سعيد صنهاجي عندك فيلا كدير 500 مليون وهي اللي كيواش تابعني بغيت تبعني وكتقول لا ماشي شي حاجه ماشي ورا ماشي شي حاجه ماشي اخويا خويا راه 40 عام وانا كنغني يا الشريف 40 عام وانا كنبح فيلا ب 500 مليون ماشي 500 مليون ها 350 مليون يعني عندك فيلا راه خصك واحد 2 مليون في الشهر ديال المصاريف ولا ما غنيتش راه ما نصورهاش راه هادشي لك الاقدميه جابت فيلا كاين اللي دار اغنيه وحده عايشه طول حياته لاباس عليه وكاين انت من الاغنياء ديال الفنانين الشعبيين في المغرب هو خويا لا الا كنت انا هو الغني في هاد المغنيين الشعبيين الله يعطيني شي مصيبه انا هو افقارهم ثق بيا عندي هذيك الدار عندهم فلوس اغاني عندهم اي 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 كلشي عنده الفلوس الا انا ثق بيا ولا ساكتين كنقول لك على اصحاب الشعبيين اللي مشهورين ماشي اللي مشهورين انت غير مشهور لا انا مشهور انا من اوائل الشعبيين انا اي واحد سولوا عليا في المغنيين الشعبيين كيعرفوني بانني فنان كبير وخ